استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحا مقدما من شركة صينية للاستفادة من المياه المختلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن منها وفصلها، وذلك في ظل التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي شركة تيدا نيابة عن شركة تيان اي المسؤولة عن المشروع، حيث أعرب مدبولي عن أمله أن يسهم هذا المقترح في تحقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية، كما وجه أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الشركة لبحث تفاصيل هذا المشروع المقترح وشرح تفاصيله التقنية المستخدمة.